الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية سرقة المال من السيارة في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الحالم سرقة المال في المنام قد يدل على التعرض لبعض المشاكل، كما يمكن أن يشير سرقة المال من السيارة في المنام إلى التعرض للأزمات المالية. كذلك يمكن أن يكون إشارة إلى البركة التي ينالها الشخص في أولاده والذرية الصالحة. إذا رأى الحالم سرقة محرك السيارة في المنام كان ذلك إشارة إلى مواجهة المشاكل. كما إذا رأت المرأة الحامل سرقة محرك السيارة في المنام دل على مرورها بالأزمات المالية. إذا رأت المرأة المتزوجة سرقة محرك السيارة في المنام دل على تعرج الزوج للمشاكل والخلافات. إذا رأت الفتاة العزباء سرقة محرك السيارة في المنام دل على تعرضها للخسائر في الفترة القادمة. إذا رأى الحالم باب السيارة مخلوع في المنام كان ذلك إشارة إلى الفشل وعدم القدرة على استكمال الأهداف. إذا رأت المرأة المتزوجة باب السيارة الزوج مخلوع دل على ضعف الزوج وكشف أسراره. إذا رأت الفتاة العزباء باب السيارة مخلوع في المنام كان ذلك إشارة إلى الضعف والعجز. إذا رأى الحالم سرقة الشاحنة في المنام دل على الخوف من الفشل في العمل والدراسة. إذا رأت المرأة المتزوجة سرقة السيارة في المنام دل على الأحوال المالية المتعسرة. إذا رأت المرأة الحامل سرقة السيارة في المنام دل على سلب الراحة والسلام من حياتها. إذا رأت الفتاة العزباء سرقة الشاحنة في المنام دل على الفشل في تحقيق الأهداف، والله أعلم. إذا رأى الحالم أنه يركن سيارته على الرصيف دل على الاستقرار. إذا رأى الحالم أنه يركن سيارته على رصيف عالي عن الأرض كان ذلك دليل على المغامرة. إذا رأى الحالم ركن السيارة بشكل صحيح في المنام دل على الأحوال المالية المستقرة. إذا رأى الحالم ركن السيارة بصعوبة دل على عدم القدرة على تخطي المشاكل بسهولة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي قبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.